نعم زملائي في دمشق، تحية لكم مرة أخرى من مدينة الحسك، حيث يستمر الأهالي بإدلاء بأصوات في المراكز الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب للدور الثالث. كما نشاهد حتى الآن هناك إقبال من الأهالي هنا في مركز كلية الحقوق، يعني هناك حالة إقبال من الأهالي على هذه الانتخابات، رغم أن يعني منطقة سيطرة الدولة السورية منطقة محدودة، لكن يعني كما رصدنا وتابعنا حتى من خلف الكاميرا أن كثير من الأهالي وصلوا من الأرياف، من مناطق بعيدة أيضا، للإدلاء بصوتهم ومشاركة بهذه الانتخابات التي يعني هي تقام بظرف خاص بمحافظة الحسكة التي يعني تشهد وجود احتلالين أمريكي وتركي. مع ذلك نشهد هذا الإقبال، نحاول نستطلع آراء الأهالي الذين يدلون بأصواتهم. أديت صوتك قبل قليل، تحكي لنا على مشاركتك، سبب مشاركتك بهذه الانتخابات. والله سبب مشاركتنا أنه نحن نثبت للعالم كله إحنا موجودين ضد الاحتلال التركي وضد الاحتلال الأمريكي، وهي مشاركة فعالية أن إحنا مع دولتنا ومع قيادتنا ضد المحتلين وضد القوى الظلامية اللي أتت لتخريب البلد. نعم، أيضا تحكينا اليوم مشاركتي اليوم بانتخابات أديتي بصوتك، تحكينا عن سبب هاي المشاركة وخصوصية مشاركة أهالي الحسكة أيضا. ها هي أهالي الحسكة تتوافد لممارسة حقها بهذا الاستحقاق الدستوري للدور التشريعي الرابع الذي يحمل في ثناياه رسائل جوهرية لكل الدول المعادية وللقاصي والداني، ونقول لهم أن هذا العرس الوطني، نوجه لهم رسالة أن سوريا صامدة وانتصرت رغم كل الضغوطات عليها، من كل الضغوطات الضغط الأمريكي والضغط التركي، انتصرت سوريا، وبهذا الاستحقاق نترجم لهم انتصار سوريا. نعم، أيضا نرصد مجموعة من الأهالي ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم. أيضا نحكي اليوم عن مشاركة أهالي الحسكة، دلالات مشاركة أهالي الحسكة خاصة نحن اليوم في ظرف خاص بوجود الاحتلال الأمريكي والتركي، في إقبال من الأهالي من الريف، يعني تحكي لنا عن الإقبال الناس اللي عم تجي، وأيضا مشاركتك سبب مشاركتك أنت اليوم كمواطن كان الانتخابات. طبعا اليوم توافد أهالي محافظة الحسكة من الريف والمدينة، وكلهم أمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة أفضل، مرحلة انفراج، مرحلة تطور أكثر، ورفاقنا الناجحين محملين أمانة بنخل مطالب المحافظة، الدفاع عن هذه المطالب، تحقيق هذه المطالب، والاتصال مع مركز في دمشق. يعني كما تابعتم مشاهدينا، يعني صحيح أن الهم الخدمي موجود في الحسكة مثلهم مثل باقي المحافظات، على اعتبار أن كثير من المطالب الخدمية، الحرب ربما أثرت بشكل كبير، أيضا هناك تقصير في جانب ما يراد أن يكون هناك تلافية، أن يكون هناك إيصال صوت للأهالي من أعضاء مجلس الشعب القادمين، بالإضافة إلى مسألة الحالة الوطنية الموجودة في هذه المحافظة، من خلال تأكيد وأصرار أهالي الحسكة على المشاركة بأي استحقاق تقيمه الدولة السورية، واستحقاق انتخابات من الشعب اليوم خير دليل من خلال الإقبال الذي يتشهده المراكز الانتخابية، رغم بعض المضايقات التي تعرض لها الأهالي، لكن كانت هناك حالة من الإقبال على المشاركة بهذه الانتخابات. على العموم سنكون أيضا برسائل قادمة إن شاء الله للموضح، وننقل صورة انتخابات في مدينة الحسكة وكل تطوراتها. ننتقل إليكم زملائي في دمشق.